صلى الله عليك. يقول السائل: هل أول ما يؤذن المؤذن يمسك الإنسان عن الأكل، وإذا كان بفمه شيء من الطعام هل يلفظه أم ماذا يفعل به؟ إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر فإن الإمساك يبدأ من بداية الأذان، يبدأ من بداية الأذان. أما إذا كان الأذان يتقدم على طلوع الفجر فإنه يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر. نعم.